يواصل برنامج منشد الشارقة الذي تنتجه وتقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. يواصل اكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الإنشاد في إطار تنقيبه المستمر عن الأصوات الباحثة عن الشهرة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها للوصول إلى الشارقة وتحقيق حلمها. السؤال الذي يتبادر في كل موسم إنشادي ونحن نصل إلى الموسم 13، من سيستطيع أن يحجز له بطاقة الترشح ليمثل وطنه في هذا البرنامج الإنشادي العالمي الأول والذي يحقق نجاحات كبيرة في ظل المتابعة التي يحظى بها مع أروع الألوان الإنشادية وفق ما يقدمه المنشدون على اختلاف ذائقتهم وترنيم حناجرهم وما يشتهر في بلدانهم من ألحان؟ أجي يا خويا تشوف المغرب وجماله، جن على حد الشوف انجاله وجماله. أجي يا خويا تشوف المغرب وجماله، جن على حد الشوف من جنوب الشمال، في الصحراء والرمال في البحر والجبال. الرباط الحاضرة والشاهدة بتنوعها وثقافتها الضاربة في عمق التاريخ على ما تتميز به من تنوع حضاري كبير وأصالة ومعاصرة وتقدم تعكس طفرات عدة شهدتها في مختلف المجالات. وسط هذه الحركة التي لا تهدأ من أهلها والنمو الاقتصادي والنهضة التي تموج فيها، لتكون عدسة البرنامج أمام هذه اللوحة الفنية القشيبة وارتباط متين من الحضارة الشامخة في أركانها وبنيانها وما يعانقها من بساط أخضر. فريق البرنامج تجول في مدينة الرباط في شتائها الماطر بحضور منشدي ونجوم منشد الشارقة في المواسم السابقة، ضمت المنشد مراد ستيتو والمنشد ياسين حبيبي والمنشد مروان حجي. الشدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج، حتى يغشى أبو السرج حتى يغشى أبو السرج. فريق البرنامج توجه بزيارة للمدينة الروحية للمملكة وتنقل بين أرجائها وفي شوارعها وبين جوانبها الناطقة عن الحضارة والجمال. منشدو الشارقة من المغرب رافقوا عدسة البرنامج في تنقلاتها وقاموا بدور إعلامي في إجراء المقابلات مع مبدعي عدد من الحرف التقليدية في فاس، وتم كذلك تصوير لقاء مع أحد مبدعي هذه الحرف. الورشة تأسست في سنة 2005 والحمد لله دابا الان هي انتقلت للمعهد الجامعي باحتضان الاستاذ سيدي محمد بريول واحتضان المعهد الجامعي. فاللهم لك الحمد، حنا الان دابا يعني في طور يعني نشر الالات القانون يعني وتدريسها بجميع المناهج العلميه والاكاديميه. منشد الشارقه هو برنامج غني عن التعريف لما يقدمه للمواهب الصاعدة، خصوصا من تجربة فريدة من نوعها،
ولما يقدمه لفن الإنشاد عموما. برنامج منشد الشارقة يحط رحاله من خلال فريق عمل كلفه للقيام بتغطية ورصد إقبال الراغبين من أبناء المملكة المغربية على منشد الشارقة. ومع إشراقة يوم مغربي جميل بدأ برنامج منشد الشارقة بمقر جمعية الأمل بمدينة الرباط باستقبال أبناء المغرب. أول مرة كنشارك في مسابقة منشد الشارقة، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، والحمد لله كل شيء مستعد، ونتمنى الخير للجميع إن شاء الله. وكباقي الأمهات جيت في شجع الإبن ديالي في المشاركة في هذه المسابقة اللي هي قيمة ودائعة الصيد ديالها وطنيا وعربيا، ونتمنى التوفيق لجميع المواهب خصوصا هذه الأصوات الواعدة والهادفة. شكرا. ومع هذا التباري بين المنشدين، لجنة التحكيم حرصت على تقديم آرائها البناءة للمنشدين المشاركين، وتكونت من المنشد ياسين حبيبي والمنشد مروان حجي. منشد الشارقة دخل مزيان واجد تفضل. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة لها نور من البدر أبهج، جزى الله عنا أحمدا خير ما جزى. فعلا صوت يستحق، يستحق أنه يعني يهتم بمواضيع أخرى وبأشياء أخرى. اللباس المغربي حاضر، الله يوفق إن شاء الله بحول الله. بارك الله غيكون مقتضبة. يلا تفضل تفضل. يا من إذا قلت يا مولاي لباني على تكاثر إعراض عندي ملاحظة بسيطة، هو أنك مي تكون دائما واقف تتنشد، مع عمرك ما تبقى واقف واقف جامد، حيت دابا كتركز على الصوت وما كتركزش على الحركات ديالك والتعبيرات ديالك. أخ ياسين تفضل. صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاة بطون الأرض والجو وتملأ، أقيم مقاما أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له حجب الجلال حجب الجلال التي تطأ. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. التوفيق ان شاء الله بحول الله، والجلباب جميل ان شاء الله. الله يرحمه. الله يوفق. الله يوفق. تبارك الله عليك. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بالمهج، ما الناس سوى قوم عرفوا كوغيرهم همج همج،
قوم فعلوا خيرا فعلوا، قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا نسمى. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، جميل ما شاء الله. حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معنا يا حضار. حي الهادي بأجمل ذكرى، صلوا معنا يا حضار. فهو عمادي يوم المعادي، فهو عمادي يوم المعادي، فهو عمادي يوم المعاد، نبينا طه المختار. صلوا معنا. جميل، الله يوفق، الله يوفق ان شاء الله. حديتي واحد القطعة اللي هي صعيبة، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. ومن نجاح لافت في المملكة المغربية، تعود عدسة منشد الشارقة إلى أرض الانطلاقة الإمارات مجدداً، لتكون محطة هامة لمواصلة البحث عن ممثل الإمارات وممثل مقيم أو زائر قادر على تمثيل وطنه من أرض المهرجانات الإنشادية من الشارقة في تألقها في فضاءات فنية للبحث عن الأصوات المتميزة. على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه، الله بمديح بين يديه، الله أوقفت العمر عليه. وفي مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون توافد عدد من المنشدين الموهوبين من مختلف الجنسيات العربية المقيمة في الإمارات للمشاركة في اختبارات الأداء لمنشد الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستقبل فريق برنامج منشد الشارقة المشاركين في لجنة الإمارات من مختلف الجنسيات، وقاموا بتسجيلهم وتهيئتهم للوقوف أمام لجنة التحكيم لتكون المناسبة مساحة رحبة للإنشاد. لجنة التحكيم في إمارة الشارقة ضمت كل من المنشد عبد الله الشحي، والموسيقار طارش الهاشمي، ليس بغريب أن ترصد عدسة البرنامج وتجري هذا الحوار مع أحد المنشدين الذي حضر خصيصاً إلى دولة الإمارات من هولندا للمشاركة في البرنامج والتقدم إلى لجنة الاختبار المقامة في الشارقة. رحلتي كانت فيها الصعب بالنسبة للاحتياط من كورونا، يعني ذهبت إلى المطار واستنيت يعني منذ 10 ساعات وجئت إلى الشارقة، والحمد لله هذا والله فرصة عظيمة جدا لنا،
ونحن في أوروبا ما عندنا مسابقات الإنشادية، وهذا إن شاء الله يكون فرصة عظيمة لي. وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحالي عليم، فقيرا وأنت بحالي عليم، فقيرا وأنت بحالي، فقيرا وأنت بحالي عليم. حبيت أشارك في موسم منشد الشارقة لأن هذا أو هذه التجربة أنا من زمان كنت أريد أخوضها، والحمد لله توفقت وحصلت هذه الفرصة هنا في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله نكون من المتأهلين في هذه المسابقة. صراحة منشد الشارقة مسابقة نبيلة جدا، يعني أي شخص عاقل عنده صوت طيب لازم يؤدي فيها، وما شاء الله يعني تجهيزات مباركة من كادر مبارك من مشتركين مباركين، أصوات جميلة جدا في منافسة، لكن يعني الفوز كأنه احنا استحقينا الآن من البداية. إن شاء الله تكون هذه يعني فاتحة خير، نتعرف على منشدين ونحتك معهم ويعني نكتسب خبرة. تقدم العشرات من الموهوبين العرب أمام لجنة التحكيم وقدموا العديد من الأناشيد معبرين عن ألوان شتى من جمال هذا الفن. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وأجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. يعني مبين ان يطلع منك مشروع وايد حلو. يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني، ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان. هذه نصيحة، يعني حاول انك تسمع عشان تحافظ على هذا الموضوع. صوتك جميل، حنجرة جميلة، ارجو لك كل التوفيق. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت. عبد الرحمن كيف كان الأداء؟ الحمد لله راضي كل رضا عن الأداء، وإن شاء الله البيض روي. وشو رأيت اللجنة فيك؟ الحمد لله الأداء والرأي إيجابي بشكل عام، كان في بعض الملاحظات زي النفس زي الأمور هذه، بس إن شاء الله نتداركها في المستقبل، والحمد لله على كل حال. أمدح المكمل أحمد الرسول، أمدح المكمل أحمد الرسول، النبي المفضل صاحب القبول، صاحب القبول، صاحب القبول. اختيار جميل، احساس رائع، وما شاء الله ما شاء الله تمكن، واشد على هالكلمه، رنت صوتك جميله جدا.
روح من النور في جسم من القمر، روح من النور في جسم من القمر، كحلة نسجت ملء نجوم الزهور، لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفته كفي على بصري، لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري. فتصرفت في آخر الإنشودة، تصرف طلعت برا الإيقاع، طلعت لاحظت هذا الشيء ولا؟ لجنة الإمارات كعادتها أسفرت عن مجموعة من الأصوات الجميلة والمميزة، والحقيقة سعيد أني كنت موجود فيها عشان أسمع هالأصوات. المميز أكثر أن شفنا ما شاء الله ناس تعنت من الجزائر، من هولندا، ومن دول أخرى أيضا قدموا إلى هذه اللجنة خصيصا عشان يشاركون في المسابقة، اللي يدل أنها لا زالت متألقة ولا زالت تعد أنها تقدم إن شاء الله أسماء جميلة وواعدة للساحة الإنشادية. حقيقة برنامج منشد الشارقة من البرامج الهادفة فنيا، وأمانة بالنسبة لي أنا كتواجدي لأول مرة في هذا البرنامج أضاف لي الكثير حقيقة في التعرف على منشدين منهم هو ومنهم ممارسين في عالم الإنشاد، وكذلك الأجواء الحماسية والتنافسية بين المتسابقين هي يعني تخليك أنت متشوق لاكتشاف موهبة جديدة، لاكتشاف صوت جديد يضاف إلى عالم الإنشاد. وإن شاء الله نتمنى يعني مشاركة الموهوبين اللي لاقون في أنفسهم المقدرة الفنية للمشاركة في هذا البرنامج منشد الشارقة. سافر بصوتك يا فتى، حلق به في الشارقة، غرد لنا مترنما تهدي مشاعر دافقا. سافر بصوتك يا فتى. جولات اختبارات الأداء الأولية لاختيار المشاركين في الدورة 13 من منشد الشارقة تواصلت بعقد لجنة تحكيم متخصصة لفرز الأصوات الإنشادية المتقدمة من أرجاء العالم والمشاركة عبر شبكة الإنترنت، في إطار سعي البرنامج لإتاحة الفرصة أمام المنشدين العرب للتقدم للبرنامج واختيار أفضلهم لتمثيل أوطانهم في هذا الموسم. احماك يا رب العباد، حبيبي يا رسول الله، من مثلكم لرسول الله ينتسم من قلبي عليل وملوه خليل، روح في رؤياك تفرح وياك، كم قلبي عليل وملوش خليل. تقدم لاختبارات الأداء عبر شبكة الإنترنت 465 مشاركا من جميع الدول العربية ومن المواهب العربية في دول المهجر في أوروبا وأمريكا، وجرت متابعتهم من خلال فريق العمل المعني بالتواصل من خلال شبكة الإنترنت
والتابع لإدارة الإعلام الرقمي التي باشرت التواصل والتنسيق مع المشاركين والرد على استفساراتهم واستلام وصلاتهم الإنشادية وتجهيزها لعرضها للجنة التحكيم. بالنسبة لمشاركات منشد عن طريق الإنترنت، ركزنا في حسابات منشد الشارقة على كل المنصات، سواء إنستغرام سواء تويتر سواء فيسبوك، على التنويه على شروط المشاركة اللي هي منها العمر، منها طريقة التصوير، جودة التصوير، لأن هذه كلها تأثر، يعني خاصة لما نستلم المواد. أهم شيء عند الشروط الأساسية اللي حطيناها جودة التصوير، طريقة التصوير بالعرض، المكان، الإضاءة، جودة الصوت، عشان لجنة التحكيم لما تستلم تشوف المواد هذه تقدر تقيم وتعطي تقييم جيد لهذا المنشد يشارك عن طريق الإنترنت. قمر من فوق غصن نقى انجلي سبحان من خلق هذه أنوار طلعته كل من. تخصيص لجنة لاستقبال المشاركين من خلال شبكة الإنترنت من الذين لم يتمكنوا من المثول أمام لجان التحكيم التي عقدت في عدد من الدول العربية، جاء لإفساح المجال لإظهار المواهب الإبداعية من كل دول العالم في سماء الفن الإنشادي، وجامعاً لنخب متميزة من مبدعي العالم العربي من أصحاب الخامات الصوتية التي تسهم من خلال ما تملكه في إثراء هذا الفن ولفت الانتباه بشكل أكبر لحضوره وأهميته ومنحها فرصة المشاركة للوصول إلى الشارقة. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا حبيب الله. أتاح البرنامج التقدم من خلال إرسال مقطع مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وتولت لجنة تحكيم البرنامج المكونة من المنشد أحمد رضوان والمنشد محمد زكي استمعت لجنة التحكيم واطلعت على كافة المقاطع المصورة للمشاركين المنشدين من أرجاء المعمورة، وقيمت الأصوات ومدى تمكنها من فن الإنشاد. هناك أصوات مميزة، وأعتقد بأنه المنافسين عن طريق الإنترنت سيكونوا منافسين أقوياء مع المتسابقين الذين قدموا للجان في بعض الدول العربية. نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله ستكون هذه النسخة من منشد الشارقة 13 نسخة مختلفة ومميزة بإذن الله، وسنشهد منافسة مثيرة بين المتسابقين. نتمنى لهم التوفيق طبعا، وأكيد اللي بيمثل دولته راح يكون هو الأجدر. يعني الدول اللي ما اللجان ما راحت لها شاركت عبر الإنترنت، وهذا اللي اليوم احنا قاعدين نسوي، نقيم عبر الإنترنت، ونتمنى التوفيق للجميع مستمتعين، وبنستمتع أكثر أكيد في البرنامج إن شاء الله. مالك الملك في يديك إيادي. سلسلة النجاحات التي يحققها منشد الشارقة في كل عام، والجولات التي اختتمت الاختبارات الأولية لدورته 13 بمشاركة 1240 موهبة إنشادية، إذ تقدموا لاختبارات الأداء للكشف عن المواهب المتميزة في الإنشاد، وسيكون العالم على موعد مرتقب مع سهرة إعلان النتائج وانطلاقة سهرات منشد الشارقة مع وصول المنشدين في الموسم 13 إلى الشارقة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.